في ثاني أيام زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن عقد وزير الخارجية سمح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين وخلال الجلسة أعرب الوزيران عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين حيث اكد وزير الخارجيه اهميه مواصله تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين ازاء ملفات العلاقات الثنائيه المختلفه والقضايا محل الاهتمام من الجانبين بالاضافه للسعي لمواصله تعزيز افاقها بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين على الاصعده كافه